الأستاذ عبد المؤمن بن علي الكومي سنة 487 للهجرة الموافق 1094 ميلادية في واحد القرية أمازيغية الاسم ديالها تاغرة، واللي كتواجد بالقرب من المرسى ديال مدينة هنين، واللي كتطلب دورها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هذه المدينة اللي كانت تابعة للمرابطين، حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في القرية دياله كجميع الأطفال اللي كانوا قدوا في العمر. من بعد سافر لمدينة تلمسان اللي كانت واحدة من حواضر العلم في العالم العربي، تلقى العلم على عدد من كبار العلماء من أمثال الشيخ عبد السلام التونسي، إمام وفقيه كبير في الحديث والتفسير. ثم من بعد جمع حوايجو باش يمشي للمشرق بغرض أنه يزيد يتعمق في العلم والمعرفة. وقبل ما يسافر بأيام قليلة سمع من الناس ديال المدينة أنه كاين واحد الفقيه جليل كيعود للناس على العلم الغزير ديالو، فبما أنه مهتم بالعلم قرر أنه يزور هذا الشيخ الفقيه اللي طبعا كيهضروا عليه الناس الكبير والصغير. توجه مباشرة للملالة، المدينة اللي قريبة بزاف من مدينة بجاير، وفي أول لقاء ليه مع هذا الفقيه عبد المؤمن عجباته طريقة الكلام والعلم ديال هذا الفقيه الجليل، الشيء اللي خلاه يتراجع على فكرة السفر للمشرق وقرر أنه يحضر لكاع المحاضرات ديال هذا الفقيه. أكيد عرفتوني على من كندوي، خصوصا اللي شاف الحلقة الماضية واللي كانت على محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية. خد عبد المؤمن بن علي العلم ودرس على يد الفقيه محمد بن تومرت اللي كان عالم كبير وفقيه متبحر في العلم والتفسير، ودرس في أهم المدارس العلمية في المغرب وفي الأندلس وفي المشرق. أضيف إلى ذلك أنه قابل علماء كبار في الرحلة دياله العلمية اللي دامت أكثر من 10 سنين. قرر بن تومرت أنه يخلي مدينة بجاية باش أنه يكمل طريقه للقبيلة دياله، ومن وصلت الخبار لعبد المؤمن قرر أنه يتفارقش معاه وغادي يمشي معاه فين ما مشى. بالفعل خرج بن تومرت من مدينة بجاية واتجه نحو مدينة فاس، هو والأتباع دياله اللي تعلقوا بالعلم دياله واللي جابهم معاه من خلال الوقفات اللي كان كيديرها في بزاف ديال المدن العربية، واللي كان كيزورها أثناء العودة دياله للموطن دياله قبيلة أرغب، وكان في مقدمة هاد الطلبة عبد المؤمن بن علي الكومي. أثناء هاد الرحلة اللي استغرقت أيام باش يوصلوا لمدينة فاس، ما توقفش المهدي بن تومرت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع المناطق والقبائل اللي دازوا عليها. فعلا وصل بن تومرت لمدينة فاس هو وعبد المؤمن سنة 514 للهجرة الموافق 1120 ميلادية، جلسوا في واحد الجامع باش يعلموا أهل المدينة الحديث والتفسير. غادي يغادروا من جديد مدينة فاس، لكن بعد ما جراو عليهم أهل المدينة خصوصا من اللي وصلت خبارهم للوالي المرابطي اللي أمر فورا بإخراجهم من المدينة. بعد ما بدا بن تومرت كيشجع الطلاب ديالو باش يهرسوا ويدمروا أي حاجة عندها علاقة بالله وبالخمر. بعد ما خرج بن تومرت مع الطلاب ديالو من فاس غادي تكون الوجهة ديالهم هاد المرة عاصمة المرابطين مراكش، وفعلا غادي يوصلوا لها سنة 515 للهجرة الموافق 1221 ميلادية. وكما داروا في مدينة فاس غادي يعاود يديروه في مدينة مراكش، بداو تاني كيدمروا ويهرسوا أي حاجة عندها علاقة باللهو أو بالخمر، وكيدعيو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هاد المرة بن تومرت مشى أبعد من هذا واعترض على سياسة الدولة المرابطية في بعض الأمور اللي كان كيشوفها مخالفة للشرع تماما. وفي واحد نهار الجمعة وهو في المسجد قاطع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين اللي كان في المنبر، وبدا كيغوت في الجامع باش يغير المنكر اللي صبح في المدينة. لكن علي بن يوسف ما تسوقش ليه، ومني سالات الصلاة أمر الجنود ديالو باش يجيبوه ليه لعنده. فلما وصل بن تومرت لعند أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عيط على علماء المرابطين باش يحاولوا يشرحوا لبن تومرت أن هادشي اللي كيدير مخالف للتقاليد الإسلامية. لكن بن تومرت كان عالم كبير بزاف بحكم أنه قرأ على يد كبار علماء ذلك العصر، وغلب جميع الفقهاء المرابطين بقوة اللسان وذكاء والعلم الواسع اللي كيتوفر عليه. فقرر علي بن يوسف أنه يخرجوا من المدينة، وخاقترحوا عليه بعض الوزراء أنهم يقتلوه ويتهنوا منه للأبد. لكن أمير المسلمين كان عنده رأي آخر، كان كيعتقد أنه فقط إلا خرجوا من المدينة صافي غيتهنوا منه. المهدي بن تومرت والأتباع ديالو غيتوجهوا لقبيلة تينمل، وهذا الشيء بعد ما التحقوا به قبائل المصامدة اللي كينتامي لهم، وبدأ في تنظيم
وإعداد جيش ضخم. كان القائد ديالهم هو بطل الحلقة ديال اليوم عبد المؤمن بن علي الكوم. وفي محرم من سنة 516 للهجرة الموافق 12 مارس 1122 ميلادية يخرج جيش الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي لمواجهة المرابطين، بعد ما جهز بن تومرت جيش كبير قدر أنه ينتصر في بزاف ديال الحملات العسكرية على القبائل المرابطية اللي في الجوار ديال قبائل مصمودة. لكن هاد الانتصارات ما كانتش كافية باش تنتصر على دولة المرابطين العملاقة، لذلك غادي يرسل بن تومرت جيش جديد كيتكون من 40,000 جندي، وكان الغرض من هاد التحرك هو مهاجمة مراكش عاصمة المرابطين والاستيلاء عليها. سقوط مراكش كيعني سقوط دولة المرابطين، لكن جيش المرابطين كان جيش قوي وتسبب للموحدين في هزيمة ساحقة سنة 524 للهجرة الموافق 1130 ميلادية في معركة البحيرة بالقرب من أسوار مدينة مراكش اللي ما قدروش الموحدين أنهم يدخلوا لها. هذه الهزيمة اللي تقتل فيها عدد كبير من الموحدين حتى ذاك شوية اللي بقى ما قدر يهرب حتى تحت الظلمة، عاد باش تحركوا في اتجاه القبيلة ديالهم تينمل. ومني وصلت الأخبار للمهدي بن تومرت واللي كان مريض أثناء هذه المعركة زاد عليه الحال بزاف وخاب الأمل ديالو في أنه يكون سبب في إسقاط الدولة المرابطية. وفي 13 رمضان 524 للهجرة الموافق 20 غشت 1130 ميلادية يعني في نفس السنة كيتوفى المهدي بن تومرت بعد ما أمر الموحدين أن الخليفة اللي غيجي من بعده هو عبد المؤمن بن علي الكومي قائد جيش الموحدين. فعلا تحمل عبد المؤمن بن علي الكومي أعباء الدعوة الموحدية، خصوصا بعد ما مات الأستاذ والأب الروحي دياله. كانت الوصية ديال بن تومرت قبل ما يموت هي أنهم يكملوا على هذا الحلم لأكيد إلا تشبتوا به غادي يحققوه. كان قدام عبد المؤمن عمل كبير، خصوصا وأن الجيش مدمر بعد ما كلا دقة خيبة من المرابطين، كل شيء معطوب والنص مات وحتى اللي كان كيدير الخطط الحربية مات. كانت مسؤولية كبيرة قدام عبد المؤمن، لكن بحكم الفترة اللي قضاها مع المعلم والأب الروحي ديالو المهدي بن تومرت قدر أنه يتغلب على كاع هاد العقبات وقدر أنه يعاود ينظم ويجند جيش جديد، ولكن هاد المرة جيش مدرب وفرسان محترفين وبدا كيدرب القبائل ليل نهار. استغرق منه هاد العمل تقريبا عام ونص حتى بدا كيبان ليه أن الوقت المعلوم وصل وأن الجيش ديالو أصبح لا يقاوم، وبدا بالمدن الصغيرة اللي كانت موالية للمرابطين وقدر أنه يتغلب عليها دون الدخول في معركة رسمية ضد المرابطين. وفي سنة 534 للهجرة الموافق 1130 ميلادية، السنة اللي غتبان فيها رقعة في الخريطة اسمها الدولة الموحدية واللي كتبسط السيطرة ديالها على جميع القبائل المصمودية جنوب شرق المملكة المغربية، ما يعني زيادة الجيش الموحدي بأعداد هائلة. شاف عبد المؤمن بن علي أن الفرصة وصلت وكل الظروف كتبشر أن هذه هي الوقت للقضاء على المرابطين، فقرر أنه يبدأ حرب رسمية بين المرابطين والموحدين. وفعلا جهز عبد المؤمن جيش عظيم وخرج به من القاعدة العسكرية الموحدية تينمل سنة 534 للهجرة الموافق 1140 ميلادية، أي تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة المهدي بن تومرت، واتجه لشرق المغرب من أجل إخضاع القبائل البعيدة على النفوذ المرابطي بعيدا عن جيوش المرابطين القوية الموجودة في مدينة مراكش. استغرق عبد المؤمن بن علي الكومي أكثر من 7 سنوات في هذه المعارك الصغيرة اللي قدر أنه في الأخير يقسم فيها المغرب على جوج مع المرابطين، أصبحت دولة الموحدين وطن فوق الأراضي المغربية كتقاسم الحدود ديالها مع الدولة المرابطية. فتم بان ليه أن الوقت حان للدخول لمدينة مراكش عاصمة المرابطين. بدأت كتوصل أخبار قوة الجيش الموحدي اللي أصبح متمرس على القتال من خلال المعارك الصغيرة اللي دخل فيها قدر أنه ينتصر فيها. أصبح جيش الموحدين ذو تجربة في الحروب، شيء اللي تسبب في هلع الجيش المرابطي، وكان خائف من الحرب مع الموحد غير من الهضرة اللي كانوا كيسمعوه أن جيش الموحدين دخل المدينة فلان فلانية، دخل الأراضي فلان فلانية، والجيش المرابطي بحال كنقولوا بدا كيتخلع من هذا الجيش كيدير والعظامة دياله. وفي أثناء هذه الغزوات اللي كتقوم بها
دولة الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي الكومي، توفى علي بن يوسف سلطان دولة المرابطين في سنة 537 للهجرة الموافق 1142 ميلادية، وخلفه الابن ديالو تاشفين بن علي اللي ما قدرش أنه يتمكن من مقاومة جيش عبد المؤمن الكبير اللي بدأ يحتل الأراضي المرابطية وحدة مور وحدة. وفي سنة 539 للهجرة الموافق 1144 ميلادية كيدخل جيش الموحدين لمدينة تلمسان، وقرر تاشفين بن علي اللي ما كانتش عنده تجربة في الحروب أنه يمشي يخرج الموحدين من تلمسان، لكن جيش المرابطين ما قدرش يقاوم قوة الموحدين، ما تسبب في تراجع تاشفين بن علي هو والجيش ديالو لمدينة وهران. لكن كيتفاجأ تاشفين بن علي بجيش الموحدين الضخم تابعهم من لور، وفي لحظات داروا بالمدينة من كل اتجاه وشعلوا فيها العافية. ومن يحاول تاشفين بن علي أنه يهرب ويخرج من المدينة طاح من فوق الحصان ديالو ومات في البلاصة، وقدروا الموحدين يدخلوا لمدينة وهران حتى هي. بعد وهران غادي يتجه عبد المؤمن لمدينة فاس اللي معوصلها ضرب حولها حصار شديد دام مدة 7 شهور. تتألموا أهل المدينة من قسوة الحصار، واضطروا أهالي مدينة فاس أنهم يستسلموا ويفتحوا البيبان ديال المدينة، ودخلها الموحدين في 14 من ذي القعدة 540 للهجرة الموافق 5 مايو 1145 ميلادية. ثم دخلت من بعدها كل من مدينة سبتة وسلا تحت طاعة الموحدين بدون مقاومة. بعد ما مات تاشفين بن علي في مدينة وهران، إثر محاولته صد هجوم الموحدين على مدن الشرق، غادي يبيعوا المرابطين إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين في مدينة مراكش يعني العاصمة، المدينة اللي غيتجه لها عبد المؤمن بن علي بعدد كبير من القوات الموحدية في هذا الأثناء من أجل فتحها. ومن يوصلوا الأبواب مدينة مراكش ضربوا حصار حول المدينة دام أكثر من 9 شهور، بينوا فيها أهالي مدينة مراكش واحد المقاومة لا مثيل لها، ودافعوا على المدينة تل آخر رمق. لكن رغم ذلك في الصباح ديال 18 شوال 541 للهجرة موافق 24 مارس 1147 ميلادية، غادي يقدروا الموحدين يدمروا أبواب المدينة، وغادي يدخلوا لمراكش، وغادي يقتلوا إسحاق بن علي آخر أمراء المرابطين، وبذلك كتكون نهاية دولة المرابطين، وتم إعلان قيام دولة جديدة تحت اسم دولة الموحدين اللي كان أول سلطان لها هو عبد المؤمن بن علي الكومي اللي غادي يتلقب فيما بعد بالخليفة. أثناء وقوع هذه الأحداث في المغرب، استغلوا زعماء الأندلس هذه الفرصة اللي كيوقع فيها تغيير في نظام الحكم بعد سقوط المرابطين وقيام دولة الموحدين، فناضوا زعماء القبائل وثاروا على الولاة التابعين لدولة المرابطين اللي كانوا كيحكموا في الأندلس، وعلنوا استقلال الأندلس من حكم المغرب، ورجع نفس السيناريو ديال ملوك الطوائف، يعني كل مدينة استقلت بوحدها، ما أدى إلى نشوب حروب بين هاد الإمارات الأندلسية على الأراضي اللي غلب الآخر يدي له الأرض. لكن اللي ما كانوش عارفين هاد زعماء الأندلس هو أن عبد المؤمن بن علي الكومي كان كيوجد الغزو الأندلس، وفي سنة 541 للهجرة الموافق 1146 ميلادية غادي يرسل عبد المؤمن بن علي جيش ضخم للأندلس، وغادي يبسط السيطرة ديالو على كامل الإمارات الأندلسية وحدة مور وحدة. وكانت أول مدينة كتدخل تحت حكم الموحدين هي إشبيلية، ثم غتبعها مدينة بطليوس وشمنتيريا وقادس وشلب ثم قرطبة وجيان سنة 543 للهجرة الموافق 1148 ميلادية، ثم مدينة الميريا اللي كانت تحت حكم الإسبان في سنة 552 للهجرة الموافق 1157 ميلادية. وبهذا كتكون جميع المدن الأندلسية دخلت تحت حكم السلطان الموحدين عبد المؤمن بن علي الكومي. سنة 555 للهجرة الموافق 1160 ميلادي غادي يعطي عبد المؤمن بن علي الكومي أمر الابن ديالو اللي كان والي على مدن الأندلس باش يبني واحد المدينة جديدة غادي تكون على شكل قلعة في أسفل جبل طارق، وغادي يسميها قلعة جبل الفتح اللي مازال أثار ديالها كتقاوم
إلى يومنا هذا. وفي سنة 547 للهجرة الموافق ل 1152 ميلادية غادي يدخل عبد المؤمن بن علي للمغرب الأوسط، وغادي يضم مدينة الجزائر ومدينة بجاية وقلعة بني حماد لدولة الموحدين. ومن بعد غادي يرجع عبد المؤمن بن علي للمغرب الأقصى وبدا كيوجد لزيارة الأندلس والإطمئنان على الأحوال ديالها. لكن قبل ما يغادر بجاية عين ولدو عبد الله والي على المغرب الأوسط وطلب منه يواصل التوسع في اتجاه إفريقيا اللي هي تونس واللي كانت تحت السيطرة ديال النورمانديين الصليبيين. لكن قدروا الموحدين بقيادة عبد الله بن عبد المؤمن أنهم يبسطوا السيطرة ديالهم على المدينة بعد ما جروا على النورمانديين للأبد من هاد المدينة. في هاد الوقت بالضبط غادي يوقع واحد التمرد في شرق الأندلس في الوقت اللي كان فيه عبد المؤمن بن علي مريض، لكن رغم ذلك غادي يقرر أنه يسافر للأندلس باش يعرف سبب هاد التمرد اللي سرعان ما غادي ينتهي بوصول عبد المؤمن بن علي للأندلس. وفي سنة 558 للهجرة الموافق 1162 ميلادية قرر عبد المؤمن بن علي أنه يرجع للمغرب لأنه عيان بزاف، لكن وهو في الطريق زاد عليه الحال بزاف وقرروا أنهم يديوه لمدينة سلا باش يستارحوا فيها. لكن ما هي إلا لحظات غادي توفى عبد المؤمن بن علي الكومي في مدينة سلا، أول سلطان لدولة الموحدين وبطل الحلقة ديالنا، نهار 10 جمادى الثانية من سنة 558 للهجرة الموافق 16 ماي 1162 ميلادية. وتم نقلوا لتينمل باش يدفنوا حدا القبر ديال الأب الروحي ديالو المهدي بن تومر. كنتمنى نكونوا اعطينا لهذا الشخصية حقها في الحلقة ديال اليوم. وهكذا كتنتهي المغامرة ديال عبد المؤمن بن علي الكومي سلطان الموحدين اللي حكم 34 سنة، كانت من ازهى عصور المغرب، ولت على بن تومر حركة ثائرة لكن بالذكاء ديالو حولها الامبراطورية عظيمة، احتلت شمال افريقيا بالكامل بالاضافة للأندلس. الى عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنسوش تخليوا لينا لايك، وإلا كتشاهدونا الأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنسوش تشاركوا هذه الحلقة مع الأصدقاء ديالكم عبر المجموعات على الفيسبوك أو على الواتساب. وإلا بغيتوا نستمروا في هذا الموضوع ديال الموحدين خليوا لينا كلمة مهتم في التعاليق باش نعرفوا شحال من واحد مهتم بهذا الموضوع باش نكملوا عليه، وتكون الحلقة الجاية على خليفة عبد المؤمن بن علي الكومي، على وهو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. إلى ذلكم الحين، إلى اللقاء.